بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي لي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن اسامه حسني. نور كابتن. نورنا كابتن. سنة. مبروك النادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وحظ اوفر لنادي فاركو. النهارده كابتن ايمن طاقم تحكيم كامل في هذه المباراه باستثناء الحكم المساعد رقم 2، يعني حكم الميدان محمد معروف، حكم دولي. محمود ابو الرجال المتميز النهارده انا بدي له العلامه الكامله بصراحه على الحالات الصعبه اللي هي كانت موجوده. كابتن اسامه، عندنا الحكم الرابع محمود ناجي، حكم دولي. على تقنيه الفار كان احمد الغندور، دولي، وهاني عبد الفتاح، كان دولي. قبل ما نتكلم في الحالات يا كابتن علاء، نتكلم في معيار الحكم في احتساب المخالفات. يعني ايه المعيار؟ المعيار ده الحكم اللي هو بيمشي بيه طول المباراه، اللي على اساسه بيحسب المخالفه. بمعنى لو انا عندي مخالفتين من نفس النوع يا كابتن اسامه، وبعدين المعيار المفروض يكون واحد. صح. على المخالفتين لان هم من نفس النوع، مثلا على سبيل المثال الدفع. اذا هي المخالفه من نفس النوع، يبقى انا القرار المفروض المعيار يبقى واحد على المخالفتين. ما ينفعش انا احسب مخالفه والثانيه ما احسبهاش. انت معايا؟ هو دوت اللي احنا بنتكلم فيه. هو مين اللي بيدي المعيار؟ الحكم. انت اللي بتديني معيارك في المباراه كابتن علاء. انت اللي بتقول لي هو ده معياري. وبالتالي لابد يكون المعيار واحد على كل الاخطاء، خاصه الاخطاء من نفس النوع. من خلال الحالات التحكيميه المباراه، النادي الاهلي كسبان 4، يمكن في الدقيقه 17 3-0. مباراه سهله جدا جدا جدا، والواحد يتمنى كحكم لما تكون المباراه سهله من النادي او الاهلي او من نادي فاركو، انت في الملعب كحكم بتبقى الضغوط عندك مش كثير. مش عايز اقول في اخطاء عند محمد، ولكن انا بقول محمد لكل حكام مصر لابد ان يكون معيار احتساب المخالفات واحد. ايضا انا لا انظر ابدا للبطاقه الصفراء والحمراء، وانظر للنتيجه. الحالات دي هنشوفها واحده واحده، ونشوف الكلام بتاعنا دوت هل هو صحيح ولا لا. نروح لاول حاله. هنا الحاله الاولى، كل اعتقد ان هناك تسلل، ونشوف لحظه التمرين. محمود ابو رجال زي ما قلت المتميز، اللي النهارده ادار المباراه بحالات صعبه جدا جدا للتسلل. شوف هنا تمركزه والربط، لحظه التمرير او لحظه لمس الكره وموقف التسلل. وهنا الكل قال ان هنا في لاعب تسلل، ولكن هو سمح باستمرار اللعب. حاله من الحالات التميز للحكم المساعد الدولي رقم 1 هو محمود ابو الرجال. دي كانت اول حاله معانا، بحيي طبعا في هذه الحاله. الحاله الثانيه نفس الشيء، الهدف والكل ذهب ان محمد هاني في تسلل، ولكن عندنا يمكن انا اول ما قلت استحاله ان ابو الرجال يدي هدف والفار يرجعه، لان انا يمكن قلت الكلام ده ليه؟ كابتن شريف كان موجود، ان ابو الرجال شاطر جدا جدا كابتن ايمن، وقفته صح ازاي بيربط. هنا نفس الشيء، نشوف لحظه التمرير ونشوف موقف التسلل. يلا نطلع ونشوف اللاعب هناك مغطي، وبالتالي هنا سمح باستمرار اللعب، والفار هنا يؤكد في الحالتين هدف صحيح. وزي ما قلت تميز دي الحكم المساعد ابو الرجال. انا بالعرض تمام، نشوف بعد كده الحاله اللي جايه. هنا بنتكلم على مخالفه في الدقيقه 21 من الشوط الاول، كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن اسامه عرابي. طيب هو ده اللاعب ارتكب المخالفه، هنا ما خدش الانذار على فكره، خد الانذار احمد مودي بالظبط. ليه؟ للاعتراض. هو مين ادى الانذار يا كابتن علاء؟ محمد معروف. انت اللي اديته الانذار. اوكي، هنا مودي خد الانذار. نشوف مودي هنا ارتكب ايه. طيب هل هذا المسك لا يستحق البطاقه؟ يستحق. سؤال بس، يعني ده مش مسك، ده مسك ومسك ومسك ومسك، واضح جدا جدا جدا، مش أيوة اي مسك. أيوة. نشوف هنا تاني المسك هنا، ثم أيوة شد، ثم صح. يعني ده الحلو انه شوح كمان، ده كان وحشه كابتن ناصر، وشوح كمان. هل دلوقتي صح ان الحكم يبص لنتيجه المباراه علشان ادي البطاقه الصفراء دي ولا لا؟ هل الحكم دلوقتي يحط في حساباته النتيجه كام، فممكن اطلع الاحمر دلوقتي وما اطلعوش، ولا المفروض هو ما يبصش للكلام ده كله، ما يبصش للنتيجه اصلا؟ سؤال متميز يا كابتن اسامه، بحييك عليه. الحاله دي كابتن علاء كابتن شريف في الدقيقه 31 من الشوط الاول، النادي الاهلي كسبان 3، انا لا انظر للنتيجه. صح. انا كحكم
الانظمه. يعني هو النهارده لو ادى بطاقه صفراء فحمراء انا سقف له صراحه. معروف ده حكم دولي وزي ما قلت مش عاوز اقول الحسابات، ولكن لا انظر للنتيجه كابتن علاء كابتن اسامه ليه؟ انا ما اضمنش المباراه بعد كده تمشي ازاي. هذه الحاله تستحق البطاقه الصفراء الثانيه ومن ثم البطاقه الحمراء في الدقيقه 31 من الشوط الاول. ده انا عندي هنا لاعب احمد مودي كان يجب طرده في الدقيقه 31 من الشوط الاول. يلا شوف الحاله اللي جايه. وقلنا المقارنه والمعيار ده كان هدفي في البدايه كابتن اسامه. نشوف هذه الحاله، نشوف هذه الحاله ونشوف هل في دفع. البعض يذهب الى ان في دفع بسيط بس ده معيار الحكم. كابتن اسامه انا معاك. نشوف الحاله تاني. معلش معلش تاني الحاله هنا الدفع بالايد ايد الشمال حتى لو لمست. هو هنا الحكم خلى اللعب يتواصل مودي برضه. اذا انت ما عندكش قناعات بان هنا في مخالفه كابتن شريف للحاله الجايه دي مهمه جدا. طب نيجي للمقارنه الثانيه. هات لي الحاله اللي جايه ديت. يلا نشوف الاعاده هنا. هل في مخالفه من لاعب فاركو؟ نفس الزقه نفس اللمسه. ها؟ هل في مخالفه من لاعب فاركو؟ هنا بنقول مخالفتين من نفس النوع كابتن اسامه. بس هنا يا كابتن هنا موقفه خالص انه يلعب الكوره. طب ثانيه نبص كابتن اسامه الايد محطوطه. ايوه هل هذه الايد كابتن اسامه؟ لا ودي صعوبتها في حاجه كابتن كمان. قفشه في الهواء مش على الارض. مش على الارض طبعا. انا لا عاوز اقول لك كابتن اسامه بصرف النظر هنا في مخالفه مش لا معيار بس معيار ان هو الزقه واللمس. كابتن معلش احنا بنشوف الدوري الانجليزي ونشوف الدوريات كلها تمام. دي لا انا من وجهه نظري اللي هي بتاعت مودي الاولانيه ما فيهاش اي حاجه تستاهل. ودي الحاله ديت لا دي موقفه يا كابتن دي موقفه. طب نرجع هات لي الحاله تاني. هات لي الحاله تاني كده يعني دي منعه دي. هات لي الحاله تاني يعني. طب ماشي احنا بنعمل مقارنه بين حالتين من نفس نوع المخالفه. تعالى كده هات لي هنا الايد. ده ضربه في رجله وبايده. شوف يا كابتن هنا الايد بتاعت مودي طلعت طلعت ولا ما طلعتش؟ نشوف. خلي بالك احنا مش بنقول ده خطا كبير ولكن بقول نفس معيار هنا الدفع موجود هنا الايد موجوده هنا. اسامه يقصد هل هذه الايد يا كابتن اسامه؟ فيها وفيها يعني. لا كابتن انا همشي ممكن يعديها يعني. احنا قلنا والنتيجه بتسمح له يعني. ولكن هنا يا كابتن انا شايف برضك بمعيار واحد ولا هنا مخالفه ولا هنا مخالفه. ولو كان هنا في مخالفه يبقى هناك في ركله جزاء. ده انا عايز اقوله. يعني كابتن نصر لو الثانيه ما حسبهاش يبقى دي ما يحسبهاش يبقى المعيار واحد ما اختلفش حسب المنطقه هنا في خلاص وجهات نظر. ايوه وجهات نظر بس انا شايف ان دي الثانيه واضحه جدا ان وقفه وخرم تحترم طبعا وبحترم طبعا وجهه نظر ولكن انا بتكلم من منظور تحكيمي كمحاضر وكمحلل تحكيمي. انا شايف يعني ليه الاثنين يتحسبوا كابتن اسامه؟ ما يتحسبوش يا ريت ما يتحسبوش. وبالتالي لما تحسب ديات اللي هي اللمسه هي الثانيه ما في لمسه في الدفع بس. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا ودي في القانون في الماده 12 اللي هي الاخطاء الغير مباشره. يستوجب انذار. شوف تاني نرجع ونشوف شريف عمل ايه. يستوجب انذار محمد شريف. يلا هو شريف هنا الحذاء راح فين؟ هات لي هات هنا. الكوره. كوره في الكوره عشان بس نوضح للناس احنا بنتكلم بالقانون ولا اي شيء للمجاملات. اكون هنا في الماده 12 عليه ان اللاعب المنافس عندما يمنع الحارس من اطلاق الكره من حوزته سواء كان بركل الكره او محاوله ركلها كابتن اسامه اندايركت اللي هي ركله حره غير مباشره. طب امتى الانذار؟ نشوف هنا هل رجل شريف هنا راحت في الايد او ضربت الايد ولا راحت للكره بس؟ سؤال. راحت للكره بس. كوره بس. اذا هنا مفيش تهور. اذا المخالفه معروف بحييه احتسب المخالفه وبالتالي هنا بدون انذار الكلام دوت للناس كلها. ولكن لو كان شريف ضرب ايد الحارس انذار اندايركت وكان بطاقه صفراء. اخر حاله يا كابتن يعني ما فيهاش انذار يا كابتن؟ لا 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 طالما لعب الحاله دي برضك من الحالات المهمه. نشوف هنا عندما الحكم يشير بالخطا وينظر لي مش في اللعبه. شوف في البدايه في اللعبه هنا نشوف هنا واحده والثانيه طيب هو معروف تمام ادى المخالفه لصالح لاعب نادي الاهلي هنا. لا خلاص دي مش الحاله دي مش عندنا دي اول اللعبه ده هنا ده. هنا نشوف ثاني هنا في ركل وشد بالايد تمام ضرب من تحت بالرجل. وضرب بالرجل ركل هنا انذار ما تستاهلش بالظبط هنا انذار تستاهل كارت اصفر ومحمد هاني انذار محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم الاثنين ياخدوا انذارين شد صح والركل. يبقى هنا المعيار لابد ان يكون واحد في الحاله. هو هنا ادى بطاقه صفراء لمحمد وهنا
يعني بطاقة عمرو جمال كان مستحقة بصرف النظر عن أداء الحكام، عدوا ومروا تمام، ولكن حاجات صغيرة صحيح. في النتيجة هتفرق يا كابتن أسامة، لو النتيجة مش واسعة هتفرق. أتمنى طبعا التوفيق للحكام، أتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي يوم السبت بإذن الله يعبر إن شاء الله ربنا يقدم لنا نتيجة وأداء وفوز. بشكر حضرتك، ودي كانت آخر حالة معانا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، أمتعتنا كالعادة. شكرا كابتن أحمد. شكرا. وبنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفاركو في الجولة رقم 11 لمباراة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-1 عن جدارة واستحقاق وتصدره الجدول المسابقة مرة أخرى. ألف مبروك للنادي الأهلي، وبالتوفيق دائما إن شاء الله في المباريات القادمة. حابب أشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم. ألف شكر يا كابتن، أمتعتنا. كابتن أيمن، وألف مبروك، وعبال إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. كابتن أسامة عرابي، ألف شكر يا كابتن، أمتعتنا. شكرا وألف مبروك، وإن شاء الله السبت بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميوب، أمتعتنا يا كابتن. ألف شكر أيمن وألف مبروك، مباراة ممتازة النهاردة ونتيجة عالية جدا، يا رب إن شاء الله يوم السبت كمان. يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة حسني، أمتعتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن ايمن، والف مبروك، ووش حلو عليكم. الف شكر. اللي بقى لكم استاذ تحليلي اربعات وخمسات. الف شكر يا كابتن. واشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.